كنشكر شوف تي في بزاف بزاف اللي كتوصل هاد الاخبار الموقع لا في الخارج ولا في الداخل. عباد الله وقعوا ولدي قتلوا واحد جارنا كلا ملحنا امي اللي رباته وعنده الفلوس واحد مهاجر من الخارج دخل شد لانتريت وعنده الفلوس وقتل يا ولدي وقتل يا ولدي ولدي اللي هز الرايه مغربيه في الصحراء شحال من عام وتقتل وترمى في الواد وما كاين نهار حكم هذا الشيء كلشي عند جدارمي اعترف بالموت ديالو هو والكارد كور ديالو في دارو والكاميرات عنده في الدار الكاميرات قتلوه بالموس الموس اسيدي السكين وكاينه في لوطوبسي واعطينا القاضي لوطوبسي والو وداك الشيء اللي حكموا راه صدمونا بزاف 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 النهار 10 النهار 1 شهر 10 2020 حكموا عليه اسيدي ربي فسميتو في 4 سنين ودوز منهم عام بقى ليه غير 3 سنين يخرج واش اللي قتل واش يعدم ولا 4 سنين هذا خصو الاعدام قتل واحد الشاب مغربي هو والعصابه اللي عنده في الدار ماشي بوحدو كاين الشهيد كاين البلومبي تاعت سميتو تاعت الكاميرا تاعت الطاقه الشع عنده في الدار راه قالوا ليهم في الدراك ولا في هنا راه قالوا ليهم راه كاين كاين شي ناس هاد ولدي قتلوه ما عرفت كيفاش داروه دقلو قتلو في دارو خرج الدم من دارو وبغاو يرميوها في واحد غدا غادي يسافر لفرنسا قتلو النهار 3 هو مدبر لكل شيء النهار الاربع النهار الاثنين قتلو ولدي النهار 3 الغد عنده طياره باش يخرج لبرا لفرنسا هو هزين ولدي شي 100 شي 200 متر كاين تما واحد البير في الخلا بغاو يلوحوه في البير هو غدا غادي يمشي لفرنسا المهم خرجوا من الدار لوحوه رجعوه رماوه في البير في الواد ماشي البير الواد رماوها راه تصور راه باش حسيتي انت فاش باش حسيت الظلم الظلم هاد الحقاره كاينش هاد الشيء هي غدا غادي يخرج يقتلني داك الشيء اللي بقى شحال باقي ليه دوز عام في الحبس هو باقي ليه 3 سنين اخوتي المغاربه واشوف من حالي وسيدنا الله ينصر سيدنا تاخذ لي حقي من هذا المجرم هي القضيه كتعلق بالقتل ديال القتل الاخ ديالي قتله في 2019 4 شهر 11 2019 ونهار الخميس الفات يعني واحد في شهر 10 تحكم المتهم ب 4 سنوات يعني هذا الحكم جائر بزاف وادنى ما عرفت كيفاش حكم عليه يعني حكم عليه بالقتل خطا والحيتيات هي الحيتيات الضحيه تقتل بالسكين على مستوى الجهاز التناسل ديالو والخبره الجينيه كتثبت باللي تقتل الضحيه بالموس على عمق 7 سنتيمتر في الجهاز التناسلي ديالو ولكن كنتصدموا في نهار المحكمه باللي راه الحكم ما تذكرش فيه باللي القاضيه فيها سكين فيها السلاح الابيض على الرغم باللي اول حاجه راه الخبره الجينيه مازال ما ظهرتش يعني حكموا اول حاجه بلا الاستعانة بالخبره الجينيه يعني حكموا غير ظلما وعدوانا حكموا بلا يستعنوا بالسلاح الابيض يعني خص على الاقل راه السلاح الابيض راه كيعاقب على القانون بشحال من حاجه راه الا قتلت غير حلوف الا غير قتلتي حلوف في الغابه حاشاكم راه تحكم حتى ل 10 سنوات ولكن تقتل بنادم باش تدخل فيه 4 سنين راه بزاف والمتهم راه ملياردير باش نبين واضح راه ملياردير متهم ملياردير او لا اله الا الله هذا الشيء بزاف والله الا بزاف او الحكم كيفاش داروا ليه بلي حكموا بالتبادل الضرب والجرح المفضي الى الموت دون نيه احداثه وما داروش باستعمال السلاح الابيض اللي هو باش اعترف به المجرم اعترف به بكل تلقائيه في محضر ديال الدرك الملكي قال لهم انا اللي قتلته بكامل قواه العقليه اعترف بكامل قواه العقليه بلي هو اللي قتلو ومن اللي كان تفاجئوا تما كاين قرق عليه ما قتلش وحكموا بتبادل الضرب والجرح المفضي الى الموت دون نيه احداث بلا السلاح داكشي حنا كنتعجبوا من هذا الشيء دابا وشكرا.